أعلنت جامعة البحرين عن البدء بتهيئة طلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الافتراضية، ومن المقرر أن تتم من خلالها مناقشة الطلبة في جميع ما يخص نظام الامتحانات والرد على أي استفسار خاص ببرنامج لوك داون، إضافة إلى النصائح والتوجيهات النفسية والصحية في مواجهة ضغط الامتحانات. وقالت عميدة شؤون الطلبة في جامعة البحرين الدكتورة فاطمة محمد المالكي إن هذه اللقاءات تهدف إلى احتواء الطلبة في ظل ما يمر به العالم من مستجدات، والتفاعل مع الطلبة والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التذكير بالأنظمة واللوائح، حيث سيتم تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم وزملائهم وأساتذتهم وجامعتهم.